وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى. مرحبا بك، وهل لك أن تحدثنا عن أبرز ما تم مناقشته اليوم من خلال مشاركات وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية؟ تأتي مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين وبرئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد حاليا في جمهورية أذربيجان، انطلاقا من اهتمام مملكة البحرين بدعم وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا. كما تهدف المشاركة البرلمانية البحرينية في الاجتماع إلى فتح آفاق أرحب وأوسع من التعاون الآسيوي في مختلف المجالات. وخلال مراسم افتتاح أعمال الجمعية، ألقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس الوفد كلمة أكد خلالها على ما حققته مملكة البحرين من منجزات رائدة في كافة المسارات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كذلك تم التطرق إلى ما تتميز به مملكة البحرين من منظومة اقتصادية واستثمارية ونمو وتقدم متميز قائم على إجراءات ميسرة وتسهيلات متعددة وتشريعات وقوانين جاذبة للاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني. ولقد شاركنا اليوم أيضا باجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، وأيضا حضرنا لجنة الموازنة والتخطيط حيث تم مناقشة العديد من مشاريع القارات التي ستعرض أمام الجمعية، ومن أبرزها إنشاء سوق طاقة آسيوي وضمان الجهود المبذولة من أجل النمو الاقتصادي ودور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومشروع قرار بالمبادرة الآسيوية المتعلقة بالمناخ والقضايا البيئية والقضاء على الفقر، إضافة إلى التوصية بإعفاء دولة فلسطين الشقيقة من المساهمة المالية المقررة للجمعية حتى إقامة دولتها المستقلة بإذن الله. نعم سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.